اليوم بتمر ذكرى رحيل أحد أصوات السماء فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله عليه، أحد أشهر من قرأ القرآن الكريم ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله. كان أول من وثق القرآن الكريم صوتا في العالم، وأحد مؤسسي إذاعة القرآن الكريم، وظلت الإذاعة تفتتح برامجها يوميا بصوت فضيلة الشيخ الحصري رحمة الله عليه بشكل منفرد ولسنوات طويلة. الشيخ الحصري توفي زي النهاردة يوم 24 نوفمبر سنة 80، وأوصى قبل وفاته بأن تخصص ثلث التركة للإنفاق على مشروعات البر والخير بعد أن شيد مسجدين ومعهد أزهري. الشيخ الحصري رحمة الله عليه أول من التحق بالإذاعة المصرية، وظلت طبعا زي ما قلت لحضراتكم تفتتح برنامجها اليومي بصوت فضيلة الإمام الراحل محمود خليل الحصري. الله أكبر الله أكبر. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قد أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل وهو المصحف المرتل. إنا أنزلناه في ليلة القدر.